في التعاون وخلال لقائها ممثلة فيدرالية عموم النساء الصينيات لجمهورية الصين الشعبية، أكدت وزيرة التضامن الوطنية والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أكدت أن استراتيجية القطاع ترتكز على تعزيز آليات حماية المرأة، وذلك من خلال التنسيق مع قطاعات العدل، الصحة، الشؤون الدينية وديوان محو الأمية. أثناء اللقاء تحدثنا عن الإنجازات الجزائرية في مجال التنمية الاجتماعية. الجزائر حققت إنجازات كثيرة في مجال تنمية الاتصال وقضايا المرأة. سعدت كثيرا لزيارة الورشة الفنية لإحدى الحرفيات وانبهرت بالأعمال الفنية، وهذا دليل على ذكاء الجزائريات مثلهن مثل الصينيات. كانت فيها توصيات من أهمها هي مواصلة دعم المرأة المنتجة وتسويق منتجاتها على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار كان فيه لقاء ثنائي بيننا وبين ممثلة فيدرالية عموم النساء الصينيات واللي كانت ضيف الملتقى، من أجل تبادل الخبرات وتبادل المعارض بين النساء الحرفيات الجزائريات والنساء الحرفيات الصينيات. طلعت أيضا على التجربة الصينية في المجال، كاين فيها تقارب تقنيات متميزة أيضا بالنسبة للحرفية الجزائرية سيتم نقلها إلى الحرفية الصينية.